الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم بارك في شيخنا واغفر له ولوالديه ووالدينا وجميع المسلمين. باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي نزلت في خاصة نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك. ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. عندك 6 مطلقة، مي بستة مساكين؟ لا، 6 فقط. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الحديث يتكلم عن شيء يقال له الفدية، أي الفدية في الحج، والمقصود بالفدية أي الشيء التعويضي، وهذا الشيء التعويضي إنما يكون بسبب مخالفة أو تقصير وقع، إذ أن من لم يخالف ولم يقصر فلا يحتاج إلى تعويض عن شيء قد فات. فإذا متى ما قيل كفارة أو فدية فإن هذا دليل على فوات شيء، وهذا الشيء الذي فات لا يخلو من حالتين: إما أن يكون فوات مأمور، وإما أن يكون بسبب فعل محظور. فصارت الفدية في الحج تنقسم إلى قسمين: يا فدية وجبت بسبب أن هناك من المأمورات ما فات، وإما أن تكون وجبت الفدية لأن هناك شيء من المحظورات قد فعل. فإذا الفدية لا تجب في الشرع إلا بسبب فوات مأمور. من يكمل؟ أو فعل محظور. فهمتم هذا؟ طيب، فما طبيعة فدية فوات المأمورات، وما طبيعة فدية فعل المحظورات في الحج؟ هذا من أهم ما ينبغي معرفته لطالب العلم الذي يريد أن يفتي في باب الحج خاصة، وهي أن المخالفات التي يرتكبها الحاج تنقسم إلى قسمين: إما فوات مأمورات، وإما وقوع في محظورات. ففوات المأمورات لها فديتها، وفعل المحظورات لها فديتها، وهذا الحديث لم يتكلم عن فدية فوات المأمور، وإنما يتكلم عن فدية الوقوع في المحظور. ولكن بما أنه قال باب الفدية وهو في الحج، فلا بد أن نتكلم عن نوعي الفدية. فإن قيل لك: وما فدية فوات المأمور؟ فقل: إن فدية فوات المأمورات في الحج خصلة واحدة ليست متعددة، وهي نسك شاة. ففوات المأمورات ليس فيه شيء من الصيام ولا الإطعام، وإنما هو ذبح الشاة فقط. فإن قلت: وما برهانك على هذا؟ فأقول: البرهان على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، ويروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح وقفه، ومثله لا يقال بالرأي، والصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فلقوله حكم الرفع. ماذا قال ابن عباس؟ قال: من ترك نسكه أو شيئا منه فليهرق دما. من ترك نسكه أو شيئا منه فليهرق دما. هذه عمدة الفدية في فوات المأمورات. إذن هذه قاعدة من قواعد الحج: من ترك نسكه أو شيئا منه فليهرق
دما. هل فيه تخيير؟ الجواب لا. فإن قلت اضرب لنا فروعا على قول ابن عباس هذا، فنقول الفروع كثيرة، منها مثلا من لم يحرم من الميقات فإنه فعل محظورا ولا فوت مأمورا؟ فوت مأمورا، ففديته أن يذبح شاة بلا تخيير. ومنها من لم يرمي جمرة العقبة في يوم العيد، هل فوت مأمورا أو وقع في محظور؟ الجواب فوت مأمورا، فحينئذ فديته ذبح شاة. مثال ثالث، لو ترك المبيت بالمزدلفة. مثال رابع، لو ترك مبيت منى كاملا أو مبيت ليلة واحدة. ومثال خامس، لو أنه خرج من عرفة قبل غروب الشمس على القول بالوجوب إلى الغروب. ومثال سادس، لو أنه ترك طواف الوداع. فأي شيء من المأمورات تركه، أي شيء من المأمورات تركه فإنه يلزم بشد. ولذلك العلماء يقولون عليك دم ويسكتون من غير تخير. لماذا؟ لأن الفدية، لأن المخالفة التي وقعت إنما هي ترك مأمور. وأما فدية فعل المحظور فعندنا فيها قاعدة ستأتينا في ثنايا الفوائد، لكن خذوها الآن بما نتكلم كلاما عاما عن الفدية. فدية فعل المحظورات على التخيير بين الصيام والإطعام والذبح. فدية فعل المحظورات على التخيير بين إيش؟ الصيام أو الإطعام أو ذبح شاة. طيب، ودليلها؟ دليلها قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم جاء الحديث هذا يفسرها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: انسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فأيهما أغلظ، فدية ترك المأمور ولا فدية فعل المحظور؟ أحسنت، فدية ترك المأمور أغلظ، وغلظها من جهتين: من جهة أنها شاة والشاة غالية الثمن ومكلفة، ومن جهة عدم التخيير فيها. وهذا يرجع إلى قاعدة كبرى من قواعد الشريعة، وهي أن المأمورات أعظم عند الشارع من فعل المحظورات. ولذلك عقوبة تارك المأمور أعظم ترى من عقوبة فاعل المحظور. ولذلك لو قارنت بين عقوبة آدم عليه الصلاة والسلام لوجدتها أخف من عقوبة إبليس. لما؟ لأن الذنب الذي جاء به إبليس هو من قبيل ماذا؟ ترك المأمور، فصارت عقوبته أغلى. وأما الخطيئة التي ارتكبها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام فإنها من قبيل فعل المحظور، فصارت عقوبته أقل. ولذلك ترك الصلاة أعظم من فعل الزنا، وترك الزكاة أعظم من السرقة. فإذا إياك أيها الإنسان أن يحملنك فتورك على أن تترك مأمورا. لكن إذا وقعت في شيء من المحظورات فإن أمرها عند الشارع أيسر مقارنة، انتبه، مقارنة بترك المأمورات، بترك المأمورات. ولذلك عقد العلماء، عقد ابن تيمية رحمه الله تعالى، مقارنة بين المأمورات والمتروكات، وذكر في الفتاوى أوجها كثيرة، أدلة من الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة تبين أن باب فعل المأمورات أثقل ميزانا وأرفع قدرا من باب ترك المحظورات، أو من باب فعل المحظورات. أحسنت، أصبت وأخطأت، من باب فعل المحظورات. ذكر أوجها عديدة لعلكم تراجعونها في الفتاوى، وذكرت طرفا منها في كتاب تعريف الطلاب أيضا. فالشاهد أن الفدية تنقسم إلى فديتين في الحج: فدية سببها ترك مأمور وهي خصلة واحدة عبارة عن ذبح، وفدية سببها فعل شيء من المحظورات
فهي على التخيير بين ثلاثة أشياء: إما صيام أو صدقة، لا، أو إطعام أو نسك. نسك مو بنسك، وإنما نسك. نسك يعني الذبح، قل إن صلاتي ونسكي. فالنسك هو الذبح. وعلى ذلك جاءنا حديث كعب بن عجرة هذا. فالكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل بعد هذه المقدمة المهمة. من مسائل هذا الحديث أن فيه دليلاً على قاعدة من قواعد باب الحج. تقول هذه القاعدة: من احتاج إلى فعل المحظور جاز وفدى. فأي إنسان يحتاج إلى مقارفة شيء من المحظورات التي حرمها الإحرام فإنه يجوز له مقارفتها، ولكن مع جوازه لا بد وأن يفدي. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من أن كعب بن عجرة لما احتاج إلى حلق رأسه بسبب كثرة القمل الذي صار يؤذيه أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ارتكاب هذا المحظور فقال احلق، ولكن مع التجويز أوجب عليه الفدية. فأخذ العلماء من ذلك أن كل من احتاج إلى المحظور جاز وفدى. فإذا احتاج الإنسان إلى أن يغطي رأسه بسبب صداع أو برد فله أن يغطي، ولكن الفدية. وإذا احتاجت المرأة المحرمة أن تلبس النقاب أو القفازين لستر عيب في يديها أو نحو ذلك فيجوز، ولكن الفدية. وإذا احتاج الإنسان إلى قلم أظفاره أو نحوها فيجوز، ولكن الفدية، ولكن الفدية. فإذا هذه قاعدة عامة: كل من احتاج إلى المحظور جاز وفدى. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على قاعدة عظيمة أصولية. تقول هذه القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن النص الذي ينزل يعالج قضية وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا النص لا يجوز قصره على عين من وقعت عليه تلك النازلة، بحيث أنه لو وقعت ما يشابهها في الكون إلى أن تقوم الساعة فنحتاج في الواقعة الثانية إلى جبريل وإلى نبي جديد وإلى نص ينزل. الجواب لا. ولذلك المخرج من هذا هو أن نعتمد هذه القاعدة في نصوص الشرع التي نزلت على أسباب وبقائع معينة، وهي أن نقول إن العبرة بعموم لفظ الآية لا بخصوص حكمه. فيدخل في حكم الآية، فيدخل في حكم الآية من نزلت فيه أصالة ومن كان بمنزلته تبعا. فيدخل فيها من نزلت فيه الآية أصالة ومن كان بمنزلته تبعا. فالآية التي نزلت في الظهار يدخل فيها عويمر العجلاني ومن كان بمنزلته، أي وكل مظاهر في الدنيا. وآية اللعان، عفواً، أوس بن الصامت الأول، وآية اللعان نزلت في فلان. فإذا نقول يدخل فيها هذا الذي نزلت فيه دخولاً أولياً ومن كان بمنزلته إلى أن تقوم الساعة. وهكذا دواليك في سائر نصوص الشرع. ولذلك لا أعلم أحداً من أهل العلم، لا أعلم أحداً من أهل العلم، لا من المحدثين ولا من الفقهاء ولا من الأصوليين خالف في هذه القاعدة. فهي من القواعد الأصولية المتفق عليها بين العلماء. لم يقل أحد من المسلمين فيما أعلم أن النص هذا الذي يحمل دلالة عامة يحصر في عين هذا الشخص، بمعنى أنه لو وقعت نفس واقعته فنحتاج إلى آية جديدة. لم يقل هذا أحد من المسلمين أبدا. فإذا تصفحت كتب الأصوليين ثم وجدت رجلا يقول: واختلف العلماء هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، فإياك أن تقول هي قاعدة خلافية. لا، خلافهم المنقول في كتب الأصول يقصدون به شيء آخر، لا يقصدون به أن غيره لا يدخل معه. لا، الجميع متفق على أن غير صاحب القصة يدخل معه، لكن دخوله بالقياس ولا بعموم النص، هذا هو اختلفوا فقط في هالجزئية. اختلفوا في وجه إدخال غيره معه، أهو بعموم النص ولا بالقياس عليه. فمنهم من قال بالقياس عليه ومنهم من قال بعموم النص،
والصواب أنه بعموم النص. فنبهت على هذا لأنكم الآن سمعتم مني أن هذه القاعدة إجماعية، ثم إذا تصفحتم كتب الأصوليين ستجدون فيها خلاف، فهم لم يختلفوا في دخول غيره معه، لكنهم اختلفوا في وجه دخول غيره معه أبالنص أو بالقياس، وهذا الخلاف يسميه العلماء خلاف لفظي. المهم غيره يدخل ولا لا يدخل؟ فإذا ما ندخل في وجه إدخاله، أدخل بالقياس أو بالنص؟ المهم أنهم متفقون على أنه يدخل. فإن قلت ومن أين أخذت هذه الفائدة، أقول في قول كعب بن عجرة وهو يتكلم عن آية الفدية في قول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، سند يا سيد ما أحبك كذا، لا لازم تتسند عاد والله بكيفك. أخرجوك، أخرجك السعوديون من ال ادفعهم إلينا. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت من امرأة قبلة، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل يا رسول الله أهذه لي خاصة؟ قال بل للناس كافة. والحديث الصحيح نفس القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بل كانت تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينبه الصحابة على هذا القاعدة. فمثلا جاء يوما من، والحديث الصحيح، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابنته فاطمة يريد أن يوقظهم لصلاة الليل، فلما أيقظهم قال علي رضي الله عنه يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يوقظنا أيقظنا. فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقرأ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الآن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب ولا في الكفار من الأمم؟ في الكفار من الأمم الذين يجادلون أنبياءهم ويحاربونهم، وكلما جاء الأنبياء بشيء جادلوا بضرب الأمثلة، ما ضربوه لك إلا جدلا. هؤلاء قوم فيهم جدل، فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية التي نزلت في غير علي بن أبي طالب في واقعة علي، مما يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا هي آية يستدل بها في أي محل يحصل فيه المجادلة بعد بيان الحق واتضاحه، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. مرة من المرات في الحديث الصحيح نادى النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فقال يا أبي، فلم يجبه. قال يا أبي فلم يجبه. ثم جاء أبي بعد وقت فقال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت أصلي يا رسول الله. قال أولم تسمع إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إني أعلمك كذا وكذا، ثم علمه آية الكرسي. الشاهد أنه استدل عليه بآية في واقعة لم تنزل الآية لها أبدا، وإنما طبق عمومها على هذه الواقعة. فإذا هذه قاعدة متفق عليها بين العلماء ولها تطبيقات كثيرة في العهد النبوي، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي من قواعد الإجماع للخلاف. ومن المسائل أيضا في هذا الحديث، عندنا إشكال في هذا الحديث، ارفعوا الأقلام شوي، عندنا إشكال في هذا الحديث، وهي أن المتقرر عندنا في القواعد أن من أتلف الشيء ليدفع ضرره فلا ضمان عليه، ومن أتلف الشيء ليدفع ضرره به فإنه يضمنه. أضرب لكم مثالين، لو أن شعرة خرجت ووقعت في عين المحرم وآذته ثم أتلفها ليدفع ضررها عنه أعليه ضمان؟ الجواب ما في ضمان، من أتلف الشيء ليدفع ضرره عنه فإنه لا يضمنه. وكذلك لو صال عليك صيد وأنت محرم، صال عليك الصيد وأنت محرم ثم دافعته وهلك،
أتضمنه بالفدية؟ الجواب لا، لأنك أتلفته لتدفع ضرره عنك. ولكن لو أنك جعت وبلغ بك الجوع حد الهلاك ولم تجد ما تأكله إلا هذا الصيد وأنت محرم، ثم أتلفته لتدفع ضررك به، ففي هذه الحالة تضمن. فهمتم الفرقان؟ فإذا القاعدة عندنا تقول أن من أتلف الشيء ليدفع ضرره عنه لا ضمان عليه، ومن أتلف الشيء ليدفع ضرره به ضمن. فهمتم ولا لا؟ اللي ما فهم لن يعرف معارضة هذا الحديث لهذه القاعدة. طيب، الآن كعب بن عجرة رضي الله عنه انتشر القمل فيه انتشارا عظيما عجيبا حتى كان يتناثر على وجهه ويؤذيه، ما كان يستطيع أن يمشي بسبب شدة حالته. قال: حملت، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. المرض هنا موجود. فكعب بن عجرة أتلف شعره ليدفع ضرره عنه، ومع ذلك أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفدية، فلماذا؟ فهمتم الإشكال؟ الله بعضكم يعايني وأنا عارف أنه في بطن أم الحصانة مو بيمنا. أسأل، عندك جواب فيها؟ ها، إيش تقول فيها؟ الإشكالية ليست في الشعر، الإشكالية في القمضة نفسها. أما الشعرة مسلمة قاعدة في محلها ولزم منها أي ضرر، لكن الأذى موجود بينها ولا يمكن إزالته، فهو أتلف الشعر لينتفع به هو. فإذا أتلف الشعر ليدفع ضرره به، لكن لو أن الشعر هي نفسها خرجت ووقعت في عين المحرم، هي نفسها، هي نفسها، ليست القملة وإنما الشعر نفسها، فهنا يزيلها ولا شيء عليه. لو انكسر ظفره وصار يتدلى فله أن يزيله ولا شيء عليه. لو انكشطت جلدة عليها شعر من بدنه فصارت تتدلى وتؤذيه، وهو يقول: حبيبي أنا ما أبي أشيل الشعر، الشعر يحرم إزالته. فنقول: لا، أزيله، لأنك الآن تدفع ضررها عنك. فإذا القضية والأذى ليس من ذات الشعر وإنما مما بين الشعر وهو القمل، ولكن لا يمكن زواله إلا بإزالة الشعر، فهو أتلف الشعر ليدفع ضرره به. فكعب قام به ضرر ولم يندفع ضرره إلا بحلق الشعر، فأتلف الشعر ليدفع ضرر القمل. فإذا حديث كعب بن عجرة هذا يدخل تحت أي جزء من القاعدة؟ من أتلف الشيء ليدفع ضرره عنه، أم يدخل تحت الجزء الثاني من أتلف الشيء ليدفع ضرره به؟ أحسنت، أحسنت. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على قاعدة أيضا أخرى، قاعدة جميلة ورائعة في الفقه الإسلامي: المؤذي طبعا يقتل شرعا، المؤذي طبعا يقتل شرعا، والقمل مؤذ طبعا، أي مذ خلقه الله وهو مؤذي، يؤذي الناس في شعورهم وفي أبدانهم، فهو كالعلقة تمص دم الإنسان وتؤذيه وتسبب له الأمراض تلو الأمراض. فإذن بما أن الشارع أجاز قتله فإننا نأخذ من ذلك قاعدة: المؤذي طبعا يقتل شرعا. وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة، منها تجويز قتل الصائل، إن صال عليك فاقتله مجانا لا بأس عليه. ومنها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقوق. هذه الخمس الفواسق يجمعها ماذا؟ أنها مؤذية طبعا، مؤذية طبعا. فأخذ العلماء من ذلك أن المؤذي طبعا يقتل شرعا. ومن مسائل هذا الحديث أنه دليل على قاعدة، أنه دليل أيضا على قاعدة، وهي أن الإطعام في الكفارات مقدر بنصف صاع. هذه قاعدة الإطعام في الكفارات، أيا كان سبب هذه الكفارة
فكل كفارة فيها إطعام، فالواجب عليك نصف صاع، الواجب عليك نصف صاع. فإن قلت ومن أين أخذنا هذا؟ قال نقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة، قال أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذن الإطعام في كفارة الظهار، 60 مسكينا كل مسكين نصف صاع، الإطعام في كفارة اليمين نصف صاع، الإطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان أيضا نصف صاع، وهكذا في كل ما أوجبه الشارع عليك من الإطعام في كفارة، فاعرف أن قاعدتها العامة أنها مقدرة بنصف صاع. ومن مسائل هذا الحديث أيضا أنه دليل على قاعدة أيضا من قواعد الكفارات، وهي أن الإطعام في الكفارات مرده إلى قوت البلد، أن الإطعام في الكفارة مرده إلى قوت البلد، فأي كفارة أوجب الشارع عليك فيها الإطعام فإن الواجب عليك أن تخرج من طعام بلدك أنت المشهور الذي اعتاد الناس على تناوله وصار من الوجبات العامة التي لا تخص لا بعلية القوم ولا بضعفاء القوم، وإنما صار من الوجبات العامة التي تأكلها البيوتات كلها، مثل عندنا الآن وجبة كلكم باتفاق، ها يحد يخالف يقول شيء ثاني، كلنا نتفق على أن الوجبة الرسمية التي تطبخ في كل بيت هي الأرز، فإذا قوتنا المعتاد هو الأرز، فإذا وجب عليك شيء من الكفارات فيه أطعام فأطعمت الأرز فقد كفى. لكن لو أن في بعض الأعراف العدس فنقول خلاص أخرج نصف صاع من العدس، وفي بعض الأعراف التمر نقول أخرج نصف صاع من التمر، وفي بعض الأعراف الفول، وما أدراك ما الفول ها شيخ سيد ها نعم، فإذا نقول أخرج نصف صاع من الفول. فإذا القاعدة في الإطعام في الكفارات أنك تخرج من قوت البلد، فصارت الكفارات عندنا فيها إطعامها قاعدتان، كل إطعام وجب في الكفارة فمقدر بنصف صاع، انتهينا. ثانية، كل إطعام في الكفارة فيخرج من قوت البلد. فإن قلت ومن أين أخذنا هذا؟ فنقول من الإطلاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فأطلق هذا الإطعام، ومرد الألفاظ المطلقة العرف، لأن العرف محكم والعادة محكمة. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على جواز الحلق إذا وجد الأذى بسبب كثرة القمل، وهذه فائدة عامة وواضحة ولا يحتاج إلى بيان موضع استنباطها. ومن فوائدها أيضا أن في هذا الحديث ردا على طائفة من العلماء قالوا بأن فدية المحظور إطعاما يجب فيها 10، فإذا فعل الإنسان شيئا من محظورات الإحرام فالواجب عليه أن يطعم 10، ولكن هذا رأي في مقابلة النص، وقاسوها على الكفارة في اليمين فهو قياس في مورد النص، إذن هو رأي صادم النص وقياس صادم النص. وعندنا قاعدتان أصوليتان، القاعدة الأولى لا اجتهاد في مورد النص، والقاعدة الثانية كل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار، وهذا الحديث يرد على هذا القول. ومن فوائد هذا الحديث أيضا قاعدة، كل ذبح سببه النسك، فلا يصح إلا في الحرم. كل ذبح يا شيخ علي سببه النسك فلا يصح إلا في الحرم، أقصد بالحرم أي حدوده. والذبح المتعلق بالنسك قسمان، ذبح هدي وذبح فدي، يسميها العلماء ذبح شكران
وذبح جبران، أما ذبح الشكران فهو ذبح الهدي الذي يذبحه المتمتع أو القارن أو المفرد إذا شاء، أو من أراد أن يهدي للبيت ولو بلا نسك، فهي سنة ترى مفقودة هذه السنة. فيصح لك الآن وأنت في غير نسك أن تأمر أحداً أن يذبح هدياً تعظيماً لبيت الله عز وجل ويوزعه على الفقراء، فالهدي لا يخص به النسك. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنماً. هذا ليس في حجته، لأن في حجته أهدى 100 من الإبل، لكنه إهداء تعظيم لا إهداء نسك. فهذا من السنن المفقودة عندنا في هذا الزمان، فطوبى لمن أحياها ودل الناس عليها. تتصل على أحد من معارفك في مكة وتقول: اشتري لي بعيرة أو بقرة أو شاة واذبحها ووزعها على فقراء الحرم. لا جبر شيء أو خلل، لا، ولا شكر نعمة على نسك، لا، وإنما من باب التعظيم، تعظيم البيت وأهله، تعظيم البقعة التي عظمها الله عز وجل، هذا له أجره العظيم عند الله عز وجل. فإذا أي ذبح يتعلق بالنسك فإنه لا يقبل إلا في الحرم، فذبح الهدي لا يقبل إلا في الحرم، أي في حدوده، أي في حدوده. وذبح الفدي أيضا لا يقبل إلا في الحرم، فلو أن إنسانا ذبح هديا أو فديا في عرفات لما وقع مجزئا ولا مبرئا لذمته، لأن عرفات من الحل، وإذا ذبحه في المزدلفة أو منى لوقع، لا بأس عليه. ومنها أيضا عندنا، ومن المسائل أيضا عندنا قاعدة، قاعدة: كل ذبح سببه المخالفة فيخص به فقراء الحرم، كل ذبح سببه المخالفة فيخص به فقراء الحرم. فإن قلت: ولماذا أطلقت القاعدة الأولى وقيدت القاعدة الثانية؟ الجواب: القاعدة الثانية في ذبح ماذا؟ الجبران ولا الشكران؟ في ذبح الجبران، يعني نقص نسكك فأردت أن تجبره بالذبح. أما ذبح الهدي فهو ذبح شكران، ما في نقص سابق، لكن من باب تكميل نعمة الله عز وجل عليك تشكره بهذا الذبح، بهذا الذبح. فذبح الشكران لا يخص به فقراء الحرم إلا إراقة لا لحما، إراقة لا لحما. من يشرح لي هذا؟ إراقة لا لحما عبد الله، يعني أن لا تذبح هدي الشكران ولا الجبران إلا في حدود الحرم، لكن ذبح الهدي، ذبح الشكران لا يخص به فقراء الحرم، ولذلك يجوز تصديره للفقراء والمساكين والمسلمين عموما في عامة البلاد. أما ذبح الفدي فيخص به الحرم في الأمرين جميعا، في إراقته وفي توزيعه. فلو أنك أرقته في الحرم ثم وزعته على فقراء الطائف أو جدة لما وقع مجزئا. هذه فضلة نعمة أنعم الله عز وجل بها على فقراء الحرم، فلا حق لأحد من الفقراء والمساكين أن يشاركهم فيها. فإن قلت: وما الحكم لو لم أجد فقراء في الحرم؟ فنقول: هذا سؤال تصوري، إذ لم يخلو الحرم من فقراء على مدى الزمان، حتى ولو قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو الحرم من فقراء. لكن فيما لو تصورنا، لو تصورنا، فإن فقير الحرم فيه كم صفة؟ فقير الحرم كم صفة؟ صفتان: صفة عامة وهي فقير، وصفة خاصة وهي الحرم. فإذا فات فقير الحرم فاتت أي صفة؟ الخاص، فيبقى الصفة العامة فتدفعها إلى مساكين أخرى، لأن الشارع راعى أمرين، راعى الفقر والحرم، ف
فإذا فات أحدهما فلا يفوت الوصف الثاني، فتدفعها إلى فقراء آخرين. أنتم فهمتموني ولا لا؟ طيب كم جلسنا يا شيخ؟ 40. طيب يكفينا هذا، نكمل بقية الفوائد الدرس القادم إن شاء الله.